اعتمادا ديال الدستور الجديد فيها التزام القانونيه وفيها هذيك ال... وان بما لا ما قالوش بما لا يتعارض داروا في وفقا جابوا واحد الصياغه الصياغه اللي تفرض هذاك الالتزام الكوني من ربما ارضاء ارضاء من الطرف الاسلاموي اللي ضغط 16% من المناصب العليا هما اللي فيهم النساء 16% الاخر كله رجال يعني المناصب كلها خديتيها 16% نساء والاصل 84 كلها 84% ديال الرجال وبالتالي تيبان انه المراصفه بعاد لان المراصفه في الاصل هو اساسا الولوج الى مواقع القرار في المؤسسه التمثيليه في الحكومه في القطاع الخاص في مناصب المسؤوليه هذا هو لا باريتي يعني او سونس اتروا دو تيرم هو الولوج الى مراكز صنع القرار بما فيها الحكومه ما كنتش الحكومه بما فيها الحكومه يعني خاصه تجي المناصفه مناصفه يعني مسار طويل ولكن لابد ان نطمئن لان كاين في الدستور كاين الدستور هذا مكسب أكاد أقول بأن كاين مشكل ثقافي وكاين مشكل ديال الوعي لدى المسؤولين بالأهمية ديال هذه القضية. أنا درت واحد الدراسة يمكن مازال شوية الوقت لا درت واحد الدراسة يعني صغيرة حول واحد كان واحد بحال مصلحة ديال إدماج مقاربة النوع بواحد الوزارة معينة. وكان ضروري نقيم هذه الآلية بدعم الفنيات وهذا ومن درس الدراسة ومشيت نشوف المسؤولين يعني هما فؤاد داكشي اللي خاص يكون في المصلحة تقوم به فؤاد آخر فبالتالي في هذا الإطار ثم كاينة قضية أخرى مقاربة النوع وإدماج مقاربة النوع ماشي قضية تقنية قضية سياسية لانه من تقول دير مقاربة النوع تقول الحقيقه مناصب المسؤوليه خاص يكونوا المساواه مناصب المسؤوليه تما العديد من الرجال اللي عندهم مناصب المسؤوليه ما مستعدينش فبالتالي هناك عقبات وهناك ريزيستانس يعني نوع من المجابهه و تجاه لانه في لا بروجون عندنا خاصنا نديرو ملي نديرو مقاربه النوع ما خاصنا نجعلوها تتنفصل وتتفاعل مع المقاربه ديال الطبقات الاجتماعيه لانه راه نفس المشاكل ماشي نفس المشاكل حسب الطبقه الاجتماعيه اللي تذهب لها النساء فاذا خاص هاد جوج ديال المقاربات تكون جوج الهواجس ديال لو جون وديال الطبقه الاجتماعيه والحقوقيه المقاربه الحقوقيه كذلك ملي تناقشوا هذا الشيء بعين الاعتبار تبان لي انه اداه تقريبا تكون توليه يعني في تغيير تساعد على تغيير العقليات ولهذا هاد لا ريزيستانس وربما كذلك اللي تفسر انه فعلا لازال متاخرين كثير فيما يخص الفجوه النوعيه.